بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن اللوجن. خلصنا اللوجن، شفناها، عملنا تيستنج، كله تمام. محدش يقول عاوزين نكمل الاي بي اي، واحدة واحدة بناخدوها. خليكم معايا للاخر، واي حاجة لو ما لقيتوهاش موجودة في الانجولر ومتهندلة ممكن توصل معايا تقول لي انت ما عملتش حاجة، بس خليكم معايا للاخر. حلو، دلوقتي نيجي بقى على ايه؟ الساين اب، ان انا عاوز اعمل كريت الاكونت، تمام؟ فبكل بساطه هروح على الباك اند الاول، تمام؟ نقفل ده كله، تمام؟ نروح من اول الداو. حلو، الداو اهي، تمام؟ مكريتين اليوزر ريبوستوري، خلاص تمام، لان احنا قلنا اليوزر ريبوستوري اول ما عملت اكستند من جي بي ريبوستوري كريت لي اي بي اي كارد اوبريشن، كريت ريد ابديت ديليت، اذا فيها الكريت، اذا مش محتاج اعمل اي فانكشن هنا. هروح على السيرفيس، كريتنا يوزر سيرفيس، اه كريتناها، تمام. ديت اليوزر سيرفيس بتاعتي كنا عاملين فيها اللود يوزر باي يوزر نيم لو حد فاكر. فنحتاج نعمل فانكشن للاد، هقول له بابليك فويد، مجرد بتعمل سيف بس، هقول له ايه؟ اد يوزر. حلو حلو، هتاخد مني ايه؟ هتاخد مني اهو، هتاخد مني برضو الايميل والباسورد. اذا زي ما عملنا هناك واستخدمنا اللي في دي دي او اللي هو الجي دبليو تي لوجن اهو، هنستخدمها برضو هنا، هستقبل جي دبليو تي لوجن واسم اوبجكت عادي جدا اهو. حلو، هعمل ايه؟ هقول له يوزر ريبوزيتوري دوت، هلاقي فيه سيف، وهدي له الجي دبليو تي لوجن، تمام تمام بس عندي هنا، عندي هنا اليوزر ريبوزيتوري دوت سيف بتاخد ايه؟ بتاخد، بص، بتاخد اس، الاس ديت اللي هي لو رحت على اليوزر ريبوزيتوري اللي هي الايه؟ اليوزر. حلو، اذا المفروض، المفروض هنا هتاخد يوزر اهو، مش جي دبليو تي لوجن، تمام. اذا في السيرفيس هتاخد ايه؟ يوزر عادي جدا، تمام. حلو قوي، هنحط هنا اد ترانزاكشنال عشان تمانج الايه؟ الترانزاكشنال بتاعي ده، طبعا الترانزاكشن مانجمنت شرحناه في كورس السبرينج بالتفصيل، فده مش وقت شرح ترانزاكشنال، تمام تمام. بعد كده هروح على الكنترول اهو، هروح على الكنترولر، نعمل اوبجكت برايفت من ايه؟ من يوزر سيرفيس اهو، يوزر سيرفيس، هعمل الت انسيرت كونستراكتور اهو، طبعا اعمله لي، هاخد الاوت وورد ديت احطها فوق هنا وامسح الكونستراكتور ده، تمام. حلو، هعمل تحت اهو، هقول له بابليك فويد اد يوزر، تمام، او خليها كرييت عشان ما حدش يقول لي لازم تكون نفس الايه؟ الاسامي ده يا جماعه، مجرد اسم فانكشن، يا رب تكتبها جي جي اتش عادي، لكن طبعا اسمها انه يدل على البرفورم بتاعتها بيكون افضل طبعا، تمام. كرييت ايه؟ يوزر. حلو تمام، هو انا المفروض هستقبل من اليوزر ايه؟ هستقبل منه زي ما اتفقنا الايميل والباسورد. اذا هنا هستخدم جي دبليو تي اللوجن، تمام، دي اللوجن بتاعتي اللي هستخدمها من اليوزر، تمام. ههندل بقى الدنيا جوه، هعمل اوبجكت من اليوزر اهو، يوزر، يوزر ايكوال نيو يوزر. حلو حلو، في اليوزر هقول له يوزر دوت سيت ايميل، هجيب من جي دبليو تي الايميل اهو اللي انا استقبلته من اليوزر دوت جيت ايميل، وكذلك يوزر دوت سيت باسورد، هقول له جي دبليو تي دوت جيت باسورد. ده شيء جميل، تمام. ما تنساش تحط الاكتف ب 1 عشان الايه؟ الاكونت يكون اكتف. حلو اهو اكتف، ركز معايا، هقول له ايه؟ 1، تمام، مفيش مشكله. وبعد كده، بعد كده هقول له ايه؟ هقول له
اليوزر سيرفيس دوت دوت ايه دوت اد يوزر وابعت له ايه اليوزر. تمام. اذا الاكتف يا جماعه مهمه، لان الاكتف لو بزيرو الاكونت مش هيكون شغال، وديت اللي هنشتغل عليها على حته الاكتف ايميل. انا مش عاوزكم ايه تتشتتهم، عشان الناس اللي بتسال كتير انت ما عملتش ليه الاكتف ايميل لغايه دلوقتي، يعني ازاي تاكتف الاكونت باي جيميل. انا قلت لك اصبر عليا واحده واحده، ما انا مش هعمل كل حاجه في حلقه واحده، لا انا باخد جزء جزء دلوقتي. خليها ب1 تمام، ان شاء الله بعد كده لما نخش على الجيميل نرجع نهندل الدنيا. تمام. انا بتكلم دلوقتي بعمل كل حاجه من غير جيميل خالص، سيبك من الجيميل، هندل البروجكت كله، ولما اخلص البروجكت الجيميل هتكون حاجه سهله علينا. حلو. فست اكتف يا جماعه مهمه جدا انك تعمل بواحد، عشان الايه الايميل يكون ايه شغال، لانك انت لو حاطط زيرو وعملت لوجن مش هيشتغل، هيقول لك ايه ان الاكونت ايه مش اكتف. حلو جميل جدا. وعملت يوزر سيرفيس دوت اد. تمام. ركزوا معايا كده، خلصنا؟ لا كده ما خلصناش. ليه ما خلصناش؟ لو فتحت الورك برانش، تمام، لو فتحت الورك برانش تمام، نشوف بس مع بعض. لو حد فاكر كان عندنا اليوزر تمام، في ايه؟ في الاي دي والاكتف تمام، والايميل والباسورد اللي هم دول، صح ولا غلط؟ اللي هم ايه دول. حلو جميل. بس كانت مربوطه بالايه باليوزر رول، مربوطه ايه بالاوزرايز 1 ميني تو ميني لو حد فاكر. فانا المفروض اشوف اللي هيكريت الاكونت ده اكيد يوزر، فانا المفروض اجيب الاوزرايز وادي له ايه الرول بتاعته اول واحد. فهنعملها ازاي؟ بكل بساطه هروح هنا اهو، نمشي خطوه خطوه من اول الداو. هل الداو كريتنا داو خاص بالاوثورايز اللي هو الموديل ده؟ لا ما كريتناش. اذا تمام، خلينا نقفل ده كله دلوقتي. تمام، دلوقتي احنا شغالين على اوثورايز، هقول له لا احنا عاملينها هو والله، او اوثورايز ريبوزيتوري احنا عاملينها. حلو، وعملنا اكسين دي جي بي اي. تمام، ده شيء كويس. اذا الداو خلاص، هروح فين؟ على السيرفيس. هل كريتنا سيرفيس ليها؟ اوثورايز سيرفيس، اوثورايز سيرفيس، لا هكريت سيرفيس اهو نيو جافا كلاس، هقول له ايه اوثورايز سيرفيس. حلو، هقول له يا عم الحاج ده سيرفيس، شيء جميل. بعد كده هعمل اوبجكت من الداو، برايفت اوثورايز ريبوزيتوري اهو، وهقول له الت انسرت كونستراكتور اد اوتو واير. خلاص الحاجات دي يا جماعه يعني بص خلاص بتتعمل يعني ايه على طول. حلو، بعد كده هعمل ايه؟ هعمل فانكشن عشان اجيب كل الايه؟ اجيب كل الاوثرايز الايه؟ اللي عندي. فانا هقول له برايفت، هقول له هترجع ايه؟ هترجع اوبجكت من الاوثرايز، فهقول له اوثرايز اهو، هعمل له امبورت، هقول له ايه؟ جيت اوثرايز، تمام ما بتاخدش حاجه، هقول له ايه؟ ريتيرن الاوثورايز ريبوزيتوري اللي هي الريبوزيتوري بتاعي دوت دوت ايه فايند اول. طبعا بترجع لسته، تمام مش اوبجكت انا اسف، اذا بترجع لسته اهو، لسته من الاوثورايز. حلو، اعمل امبورت للايه للسته، عملت لها تمام معمول لها، وعملت ريتيرن ايه ليها اهو، مفيش اي مشكله. نحط اد ترانزاكشن. جميل جميل كده، احنا خلصنا ايه؟ خلصنا السيرفيس. طبعا دي بابليك مش برايفت. تمام، حلو الكلام، حلو الكلام. تمام، هروح فين؟ هروح على الكنترول الثاني بتاعت اليوزر ريبوزيتوري، هعمل برايفت، هقول له ايه؟ اوثرايز سيرفيس. حلو اهو، هعمل الت انسيرت كونستراكتور اهو اوثرايز سيرفيس. تمام، طبعا عاوز اضيفها في نفس الكونستراكتور، هقول له الت انسيرت كونستراكتور الثلاثه، ضاف لي الثلاثه اهو، هاخد اوت وايرد احطها هنا اهو، واشيل ايه واشيل دي. جميل. بعد كده بصوا معايا، بعد كده انا دلوقتي شغال هنا على الفانكشن دي. تمام، هاجي هنا هقول له يوزر دوت جيت اوثرايز دوت اد. اد ايه بقى؟ بص معايا، هستخدم اوبجكت ده،
تمام اهو دوت جيت اوثرايز تمام كده رجع لي لسته دوت جيت زيرو. معناها ايه ديت؟ انا جبت من السيرفيس بتاعتي اللي هي الاوثرايز اللي احنا كنا شغالين عليها من دلوقتي اهو اللي هي ديت الليسته ديت جبتها كده. هو رجع لي ايه؟ ركز معايا، رجع لي كل الرولز اللي عندي. حلو، رجع لي كل الرولز عندي. انا عاوز اول واحده اللي هي يوزر، لانه هو اللي هيكريت اكونت عندي هيكون يوزر بس مش هيكون ادمين، فانا هجيب اول واحده بس. تمام، جبت اول واحده تمام، قلت له اوثرايز سيرفيس دوت جيت اوثرايز كده رجع لي الليسته كلها، رجع لي الاثنين دول، هجيب اول واحده بس اذا دوت جيت زيرو تمام. وبعد كده اعمل يوزر سيرفيس دوت اد يوزر كده الموضوع تمام، ما فيهوش اي مشكله لغايه دلوقتي يا جماعه، ما فيش ايه، ما فيش مشاكل خالص. جميل جدا. اذا كده الفانكشن ديت خلاص انتهت. انا خدت بس من اليوزر، بص خدت من اليوزر الايه، لو دخلت هنا كده انا خدت منه الايميل الايميل والباسورد بس تمام. حطيت الايميل والباسورد تمام، حطيت انا الاكتف وحطيت ايه الرولز الخاصه بيه، انا اللي بحدد الرولز مش هو. هل اليوزر هيقول لي انا عاوز اكون ادمن او عاوز اكون يوزر؟ لا، انا اللي بحدد له. حلو، وبعد كده عملت ايه الاد، فاضل هنا اقول له اد ريكويست بادي عشان اقول له ان ده هستقبله في الريكويست بادي. هعمل المابنج، هقول له ايه اد بوست مابنج تمام، هقول له ايه ساين اب. حلو، اذا اليو ار ال بتاعي لغايه هنا اهو، عشان اعمل اكسس هنا لازم ادخل بعدها ايه ساين اب. جميل جدا، موضوع بسيط وسهل وشيق. تمام كده احنا خلصنا الايه الباك اند بالنسبه ان احنا عاوزين نعمل كرييت للايه الاكونت. جميل، احنا ممكن هنا في الاوثرايز حاجه برضو ايه تزودها في الترانزاكشنال هنا، بدل انت هتريد بس من داتا بيز، يعني هتجيب داتا من داتا بيز، هتعمل سيلكت من داتا بيز، ممكن تعمل ريد اونلي ترو تمام. ديت اتريبيوت ممكن ايه تحطه لو انت هتعمل بس ايه ريد اونلي، انك مجرد بتجيب داتا من الداتا بيز. حلو كده خلاص، فاضل ان احنا نعمل ايه، نعمل التستنج الجميل بتاعنا. ده اليو ار ال من نوع بوست، وابعت له ايه اليوزر نيم والباسورد. حلو، او الايميل والباسورد. حلو، بس ركزوا معايا في حاجه ما حدش واخد باله منها خالص، ولو ما عملتهاش هتبوظ الدنيا يا باشا، اللي هي الباسورد يا باشا. الباسورد لازم يكون، ايوه سمعني، لازم يكون انكودد. فاكرين لما كنا عاملين فن السبرينج سكيورتي يا باشا اهو، السبرينج سكيورتي يا ريس تمام، كنا عاملين هنا باسورد انكودر، هي دي الخاصه انك تشفر ايه، تشفر الباسورد بتاعك. فانا هنا هاخد ديت كنترول سي تمام، هعمل هنا اوبجكت منها، هقول له برايفت باسورد انكودر اهو تمام، برضو همسح دول وهعمل الت انسيرت كونستراكتور للاربعه. حلو، وهعمل ايه اد اوتو وايرد. حلو قوي، هنزل تحت هنا في الايه في الباسورد، هقول له باسورد، ركزوا معايا، هقول له باسورد انكودد دوت انكود اهو، واخد دي اهي هحطها جوه الانكود. كده انا شفرت الباسورد بتاعي. طبعا لو حطيت الباسورد زي ما هو غلط، لان احنا هنا في اليوزر شايفين الباسورد بيتخزن متشفر، مش هو نفس الباسورد. فالحته دي خلي بالك منها، لانك لو ما عملتهاش هتفضل تدوخ ولا نفسك. كده كده ايه، كده عملنا الانكود اهي تمام، مفيش مشكله، وعملنا كل حاجه. نعمل ريران اهو، عملنا الريران الجميل بتاعنا، نشوف هل في ايرور بس الاول ولا لا، اتمنى ما يكونش في ايرور تمام. عمل ستارت ده اهو 10 على 10، هروح هناك فين في البوست مان اهو، هعمل هنا اهو كنترول اي كنترول في، ده اليو ار ال بتاعي اتش تي بي لوكال هوست 8080 ساين اب، عملت بوست. حلو، هبعت في البادي رو جيسون. حلو، هقول له ايه، هاخد بس من هناك على طول، من هنا من هنا اهو هاخد بس ايه ده على طول اختصارا للوقت تمام. البادي بتاعه اهو، قلنا هاخد من اليوزر الايميل والباسورد، الايميل وليكن
jo@gmail.com وهنا هنا وليكن 50. تمام طبعا من نوع بوست، اليو ار ال بتاعه اهو، البادي بقت في الايميل والباسورد، نعمل سند. نعمل سند، قال لي ايه؟ فوربيدن، ما اشتغلش. عارفين ليه؟ تعالوا معايا اقول لكم ليه. شوف الحاجات دي كلها المفروض تحطها في دماغك. ليه؟ قال لي ما ينفعش. لان انا قلت لك كل اليو ار الز اللي موجوده عندك في الكنترول هنا معمولها سكيورتي. احنا عشان نستخدم ده لاي حد عملنا ايه؟ رحنا في السكيورتي عملنا له انيبل. فنفس الموال هنعمل ايه؟ انيبل للايه؟ لليو ار ال ده اللي هو الايه؟ الساين اب. نجرب تاني اهو، نفس الريكوست هنبعته بكل حاجه. تمام، نشوف هل هيشتغل ولا لا. فاذا لازم تكون عارف انك السكيورتي معمول على كل اليو ار الز اللي عندك هنا. هنا اهو مفيش ايه؟ مفيش ايرورز اهي برضه. هنقفل ديت واكمل. كل اليو ار الز ايه؟ محميه. هنا ده بيخش عليه عادي لان انا عامل في السكيورتي بقول له بريميتيف اول، اي حاجه يا باشا يجيبها عديها له. وكذلك في الساين اب نروح برضه هنا بقى، بصوا معايا سند، قال لي ايه؟ فوربيدن برضه. قال لي فوربيدن، اذا في عندنا مشكله غير السكيورتي. لو رحنا في الرن نشوف، قال لي ايه؟ توكن سيجنتشر ريزلت انفاليد وين فيرتايد باي يوزر اورجانيزم. ده عندنا بيقول لك التوكن مش صح. اذا في عندنا حاجه مش صح. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي عندنا مش صح. لغايه دلوقتي انا شايف لغايه دلوقتي الموضوع انا ما قلتش حاجه. ايه؟ ما قلتش حاجه غريبه، كل حاجه قلناها تمام. لكن عندنا ايرور، تعالوا مع بعض بقى نشوف الايه الايرور ده بسبب ايه. جميل، احنا المفروض ان ايه؟ ان احنا كل حاجه تمام. انا شايف ان كل حاجه تمام. تعالوا كده في البوست مان ده الايه؟ ساين اس اي جي ان اب. تمام، شوف اس اي جي الان يا جماعه ناقصه. تمام، اذا الان ناقصه، خدوا بالكم من ايه؟ من حته زي ديت اس اي جي ان الان كانت ناقصه. نعمل سند، قال لي ايه؟ 403 فوربيدن. برضه نفس المشكله، بعت الايميل اي ام اي ال باسورد بي اي اس اس دبليو ار دي ساين اب اس اي جي ان اب البوست كله تمام. لو رحت في اوثرايزيشن هتلاقي انك بعت التوكن، لا قول له مش عاوز اي توكن. تمام، نعمل سند تاني اهو، قال لي ايه؟ شايفين 200 اوكي، مركزين 200 اوكي. حلو، هروح هناك اهو في اليوزر اهو، هلاقي فعلا ضاف لي اهو jo@gmail.com والباسورد. هروح هنا هلاقي تمام مفيش حاجه اتغيرت هنا، لكن هنا هلاقي في حاجه اتغيرت. زود لي، قال لي رقم 2 ليه ايه؟ الاثنين او رقم 3 اهو، رقم 3 ليه 1 اهو، اللي هو رقم 3 ليه ايه؟ ليه 1 هناك. اذا لغايه دلوقتي 10 على 10. اذا يا جماعه اتاكد من انك كاتب اليو ار ال صح، اتاكد ان الاوثرايزيشن ما فيهاش توكن، لانك انت مش بتبعت توكن هنا، لانك لو بعت توكن هو بيروح على الفلتر وانت مش عاوز كده. لا، ده يو ار ال ما بتبعتش معاه اي توكن. البادي اتاكد برضو من الايميل والباسورد كتبهم بشكل صح. تمام مفيش مشكله، 10 على 10 كده. احنا خلصنا جزء الباك اند بالنسبه لايه؟ بالنسبه لكرييت اكونت. جميل جدا، مفيش اي مشكله. هروح هناك هكريت ايشو جديده، هقول له سبرينج هقول له ايه؟ اد او كرييت نيو يوزر. حلو، اساين يور سيلف، سبميت نيو ايشيو، كنترول سي. هروح هناك اهو، كليك يمين، جيت اد. تمام، هقول له جيت كوميت، كنترول في، هقول له كلوزز كوميت اند بوش، كوميت اند بوش. هستنى نعمل بوشنج، خلص البوشنج هروح هناك هعمل كلوزد والكوميت بتاعتي وكل حاجه تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا.
هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.